هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتورة شيماء أمين، المركز دي بتي دكتور محمد نبيل. كنت حابة النهاردة اتكلم معاكم عن الصيام المتقطع. كلنا المفروض ان احنا بنسمع عنه كتير، ممكن اصلا بنكون بنطبقه واحنا مش عارفين. هو المفروض ان هو ليه معانا 3 انواع. النوع اللي احنا بنصوم 16 ساعة ونفطر 8 ساعات، ونوع ان احنا بنصوم 18 ساعة وبنفطر 6 ساعات، ونوع ان احنا بنصوم 14 ساعة وبنفطر 10 ساعات. النوع ده مناسب جدا بالذات للسيدات، يعني لو مثلا انتي عندك تكيسات في المبايض، الكلام ده بيحسن معاكي موضوع الهرمونات جدا. الصيام المتقطع بقى اهم حاجة فيه ناخد بالنا من الكالوري اللي بتدخل لنا، ان هي في فترة الفطور بتاعنا ان هي تبقى ضمن الكالوري بتاعتنا، ما تبقاش زيادة عنها. وممكن كمان في فترة بقى الصيام بتاعتنا ان احنا ناخد عادي مشروبات، ممكن مية، ممكن اي مشروبات دافية بس تكون زيرو كالوري. شكرا واشوفكم مرة تانية.